صباح الخير عليكم. اليوم ثالث نهار في اندونيسيا. اليوم ان شاء الله وجهه جديده نكتشفوها معكم اللي هي واحد المعبد. حنا صراحه ما عندناش عليه شي معلومات ولكن شفناه في جوجل قلنا نتمشاو ليه. بقاو معنا نمشيو ليه ان شاء الله. رجعنا ان شاء الله. حنا دابا داخلين وسط الازقه ديال اندونيسيا جاكرتا. كنشوفوا هذا بحال تقول الحي الشعبي ولكن شي بلاك هادشي زوين صراحة. عشان الديور زوينين واحد ملاحظة لاحظنا ان السيارات عندهم في الكيدون في اليمين والطريق تتمشى بالعكس. يعني الا بغيتي تقطع الشانطي اي خاصك تشوف اليسار هو الاول هذا باش تشوف اليمين ديالك. والدراجات الناس يبانو ليا كاينين اكثر من الناس الراجلين. صراحة هادشي زوين الشوارع عندهم زوينة. الله المعبد ما يكون زوين ما يكونش فيه ما يكونش اولا تكون الدخله مسموحه ما يكونش مكبوس. ثانيا يكون هذاك الشيء اللي متوقعينه يكون فيه زعما كيكونوا ديكورات زوين فين تاخذ شي تصاور. دابا وصلنا للمعبد او انفاس معنا شوفوا هاج هاو الباب هاو هذيك الطقوس ديالهم حتى تنفاضوا بحال تقول شي خرجوا صداقة. خذ 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 دير راسك ديما ما عارفش وداخل حتى تيقولوا لك حتى هزيت. دابا دخلنا للمعبد داير راسنا واش ما عرفناش بعدا واش دخل فابور ولا بفلوس. حنا ديما ندير راسنا ما عارفينش وندخلو نشوف. بحال دابا هذا معبد شاعلين الشمع هاي نشوفوا الديانات ديالها. كاين واحد صاد لنا الخوش مع الشمع إله ديالها. كاينش اللي تيهضر معاك صراحة فاهم. ناس ضريفين مكاينش معاهم مشاكل. هاد الطقوس ديالها مفهوش كيما تشوفها. تيشعلو الشمع ولا ماشنو تتعني هادي ودعو ديالها. هادو الالهه كما قلت لكم هادشي ديال الالهه ديال الصين ولا ما عرفتش ديال هنا
حيت كل باب أتقاه بتمثال ماشي نفس التمثال. هذا كلب، هذاك النمر، كما تشوفوا كما تشوفوا ما فهمتش شنو هي المعنى ديال هذا كل باب تلقى فيه حيوان، كاين الكلب، كاين النمر، كاين السباع، كاينين واحد لعيبات الصراحه عمرني ما شفتهم. وهادشي تتشوفوا شنو تتقول؟ تتقول الحمد لله على نعمه الاسلام، والله الحمد لله على نعمه الاسلام. كاين غير اله واحد الذي لا اله الا هو. سير من هنا. هاهو المعبد كيفاش يبان ليكم من هنا. دابا الخوت جينا قطعنا واحد البيس ديالهم تيكون لاكارت، تستعمل البيس و تستعمل سميتو المترو. نمشيو للوجهة اللي غادي ليها، غادي للدي جي اي ستور، من وصلو ان شاء الله نكملو معاه. هاد الفي اللي كاينه هنا المحطة. دابا حنا غادي لهاد الام 1، خروج من المحطة إلى منظر جميل. شاح دابا نمشيو لدي جي اي ستور. دي جي اي ستور خاصنا ندوزو من هاد الطريق هادي وندورو، غتكون غالبا هي هادي. دابا بدلنا التوني ديال المغرب، مازال تنقلبو على البطارية ديال الجوبرو. المهم بقاو معانا متزابيوش و نمشيو نشوفو الأمور كيداير. المسائل مضبوطة، خلا يوسف آملو الله يجيب لي الشفاء إن شاء الله. واقيلا غادي يكون هنا هنا البلاصة ديال الإلكترونيك. المهم نبقى معكم بما نقعد دي جي اي ستور ونعاود نرجع معكم. في المول دايرين هاد العاب الدراري الصغار وسط المول. المهم كل بلاصة تلقى فيها اصلا العاب الدراري الصغار، باش فين ما كتجيش الدور تخلي ولدك يلعب وتقضي لها راه. صراحة هادشي واعر بزاف. باقي لحد الان تنتعجبوا من التطور اللي ما كنتش متوقعه الصراحه. هاد لي سباس ثانك يو. انا صافي وليت مصور انا في اندونيسيا ضايع. حوي سبور بلانيت سبور. دخلنا واحد البلاصه بحال ستار بوكس، تنظموا نديروا التجربه. ما عارفينش بالضبط شنو ناخذ، ولكن غنجربوها، تقدر تكون زوينه في المستوى. كاين جلسات هنا فين تريح. كاين هاد الجلسات عشان وسط الكاف
شو الطريقة كيفاش يتعاملوا مع الناس؟ شو شو تيهضر معاك شي بتاسم تيهضر معاك كامل شو الطريقة كيفاش يبتسم لك في وجهك؟ شدوني نار بزاف خدينا خوت هاد الجوج هادو هذا انا قهوة باردة انا من عشاق ديال القهوة خديت هادو دابا نشوفو شي جلسة فينا نريحو ونكملو معاهم الدنيا عامره بزاف ولكن عرفتي ديك لاموريه ديال النظام هي اللي كاينه هنا شو واحد انت زاحم واحد وكلشي تضحك لك في وجهك وغادي عادي بنادم تيبان لك مهلك في راسو ولابس مزيان نقي ما فهمتش انا علاش كانت عندي ديك الفكره ديال انا اندونيسيا انا المغرب هو اللي متقدم عليه صح حطيت رجلي هنا لقيت العكس والعكس بزاف في شي مليون درجه بزاف بزاف هادشي غير هاد المول راه ما كاينش تنظن في افريقيا كامله كاين بحال ماشي غير في المغرب هذا ماشي حشيكه المغرب هذه فقط غير رساله باش نوصلوها الناس المسؤولين في البلاد يتحركوا شويه يصلحوا البلاد راه بحال هادشي هما اللي يجيبوا السياحه دابا هادو راه ماشي كاملين الاندونيسيين هما اللي شي دخلوا يتقداو داكشي سائحين الناس اللي شي يشجعوا السياحه و تيبغوا البلاد الفيديو ديال التحت كي دايره والمول مازال كبير راه تمشي هنا حتى الراس راه ما تيتحدش حنا مقبلو حنا تندورو ما قدرناش نحدو حيت باقي مازال نمشيو هنا حتى الراس بحال نخرجوا في مول ولا سقف مول مازال تنكتشفو البلايص بلاصة النظارات هانتوما لاحظوا انا ندور الكاميرا الاتجاه ديال الناس ما كاينش شي واحد يبان كنزرفاك ولا شي حاجة اي واحد غادي يشوف جهة الكاميرا غادي يبتسم لك عادي سواء كان فقير سواء لاباس عليه المهم تيبتسم لك في وجهك باش ما يحسش باش ما يخليكش تحس انك غريب
غير هذا المول بوحده راه خاصو شي 5 فلوغات باش نكملو. النظافة، الناس تتمشاو النظافة ضروري خدامة. دابا حنا في الطوبيس توجهين إلى لوطيل أوستن، صافي عينو. الطوبيس عندو كيدير، الطوبيس عندو مبدا عالي بزاف، متقدرش تطلع عليه من الأرض على وجهو، خصك تكون في المحطة حيت عالي بزاف، تكون في المحطة. أنا لو وصلنا شي محطة نوريكم باش تفهم، واش يدخل لواحد درية من هنا تتبقى واقفه من بين الباب والمحطه، تتقول زعما كاين شي واحد بغى يهبط ولا شي واحد بغى يدخل، حتى تتقول هي من لي سيك الطوبيس تتقول يتحرك، غادي يمشي يتحرك، يعني الا ما قالش لي هي تحرك ما يتحركش.